ولد محمد بصيري بهذه الزاوية الكبيرة التي شيدها والده المتصوف الكبير سيدي إبراهيم البصير ببني عياط بمنطقة آزيلال قبل ما يزيد عن 100 سنة لفقيه. الشيخ سيدي إبراهيم البصير توفي سنة 1945. ابنه سيدي محمد البصير الفقيد بطل انتفاضة الصحراء سنة 1970 هو ابنه الأصغر، ازداد سنة 1942، بمعنى أن والده خلاه عنده حوالي 3 سنوات. فهذيك الفترة تولى الأخ ديالو الأكبر اللي هو الشيخ سيدي الحاج عبد الله بصير رحمه الله تولى أمور الزاوية في سنة 1945، معنى ذلك أن الفقيد سيدي محمد بصير نشأ يعني طفولته الأولى هنا في الزاوية البصيرية التي بها ولد، وهنا في مدرسة الزاوية درس في كتابها وفي مدرسة التعليم العتيق بها وحفظ القرآن الكريم. بئس ما القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا حفظ القرآن في سن مبكرة ودرس أركان ومبادئ التعليم العتيق في احترام تام لقيم الطريقة الشاذلية الدرقاوية، كما الآلاف من التلاميذ الذين تلقوا تكوينهم في الزاوية التي بناها والده عام 1900. ينحدر أجداده من سلالة الرقيبات، تميزت هذه القبائل المحاربة القوية منذ القرن 15 بمقاومة المحتلين الأجانب، وهي قبائل مشهود لها أيضاً بالعلم والتقوى. الشيخ سيدي إبراهيم البصير هو من عشيرة المدنين المؤدنين المنتمين إلى قبائل الرقيبات، إلى سيدي أحمد الرقيبي الذي تتفرع عنه جميع قبائل الرقيبات بفروعها الكثيرة.